رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحث أيضا مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن المستجدات السياسية في إقليم كردستان. وذكر بيان صحفي لمكتب رئاسة الجمهورية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في بغداد بحث التعاون والتنسيق بين الكتل البرلمانية الكردستانية والعراقية الجديدة وتلبية حقوق وطموحات المواطنين في إقليم وفي كل البلاد، وذلك بالاستقرار والوحدة والتقدم والحياة الكريمة.